نميش ولا غير هدرت لك معاه بصح شكا غلق راسه وقال لي والله منا حيل بيفي. اي نورمال عيسى حكيتها قاست شهور ونخرج انا اصلا ندخل داخل نجوزها بالمسا. كيف ست شهور يا نمي شكلها بحر حلا لي شخص نسيت خسرتو. هذيك يديروا لك بروموسيون يضربوك بسبع سنين. وكيف ندير دوكا عيسى؟ خلاص ما تخممش نميش دوك نعيط لواحد لافوكا يا فوكي حاله. وشنو دراهم نميش ما ناكلوش حق الناس. وش حال يخدم هذا عيسى؟ كيما قضيتك 6 ملايين. 6 ملايين عندي 3 انايا ما يديرناش بها حل. خلاص صاحبي دوك نشوف فنهضر لك معاه. 2 days later. القضيه 100 وسيم الصادق المدعو النميش مع بولمحان امين يتقدم دفاع الضحيه. وش عندك تقول سيد الرئيس؟ موكلي معروف الحي تاعو باللي انسان عاقل وانسان تاع خير وانسان غير مسبوق قضائيا. وهذا الوحش اللي راه امامك تعدى عليه بعد ما حاول موكلي ان يمنعه من بيع المخدرات امام منزله. اعارض سيد الرئيس. اعتراض مقبول. تفضل دفاع المتهم. سيد الرئيس، سادة الاعضاء، سياده النيابه، سيد رزقي، سادة الحضور، الإنسان هذا راه يكذب. قولي علاه. خاطش موكلي ما ضربوش وما تعداش عليه. كان يقصر معاه برك. وهو غفتو عمرو وهذا إنسان جاي من الجور تاع اللي حب البلديات والأخرى، فهمني شيخ. بصح هنا في المحضر ويقول بلي كاين كاميرات مراقبة حكمته في الجرم المشهود يضرب فيه. يا ودي فوتوشوب يا سيدي الرئيس ما كاش منها. الناس يدير كلش دوكا ينحوا لك راسك يديروا في تاع إليسا. دفاع الضحية واش تطلب من العدالة؟ سيدي الرئيس حنا نطالبوا بالعدالة. و300 مليون كتعويض للضرر المادي والمعنوي اللي خلفوا هذا الوحش الموكلي. وشكرا. اوه هذه بعد حلم او دريم للرقم المرادف في بلدك. ماكش مع مصطفى الاخر. اسكت علينا تا. واش تطلب من عداله؟ براءة او كاس فراز؟ كاس فراز. حكمت المحكمه على المتهم وسيم الصادق المدعو النميش بسبع سنوات سجن. هذيك هي حق 8 ملايين. اي من بعد ايه؟ خلوك شوفوا.